معنا للحديث عن قضية الدين والتراث والدولة المدنية الكاتب الكبير الأستاذ عادل نعمان المتخصص في التاريخ والتراث الإسلامي. الكاتب الكبير عادل نعمان باحث متخصص في الفكر والتراث الإسلامي، بدأ حياته العملية اقتصادياً متخصصاً في مجال الاستثمار، ومن ولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة إلى القاهرة تنقل بين شركات استثمارية كبرى، ثم قرر في السنوات الأخيرة التفرغ للكتابة والبحث في تاريخ التراث الإسلامي والجماعات المتطرفة، كما اختير عضواً في المجلس الأعلى للثقافة. عادل نعمان كاتب مثير للجدل، خاصة في مقالاته بالصحف اليومية حول الدين والهوية والدولة المدنية.